الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. تتأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، وهطلت زخات رعدية من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية والجنوبية أيضا خلال ساعات نهار اليوم. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار وأجواء ضبابية مع طقس بارد بشكل لافت 10 درجات مئوية فقط، الملموسة 6 درجات، أما الرطوبة 87%، والرياح تكون معتدلة السرعة. أنتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم غد بإذن الله. نبدأ من المنطقة الشمالية حيث تبقى تتأثر بالمنخفض الجوي وزخات أمطار محتملة في عموم المنطقة الشمالية، إربد 23 ل 12، المفرق 22 ل 11، جرش 23 ل 10، أما عجلون 21 إلى 9. بالنسبة للمنطقة الوسطى البلقاء أيضا زخات من الأمطار مع رياح نشطة وضباب 20 إلى 11، مأدبة 20 إلى 10، عمان 17 إلى 10، الزرقاء طقس مغبر مع رياح نشطة 23 إلى 12، أما البحر الميت طقس غائم جزئي 27 إلى 16. المنطقة الجنوبية رياح نشطة في عموم المناطق، الكرك 16 إلى 11، الطفيلة 17 إلى 11، الشوبك 16 إلى 11، معان 20 إلى 11، العقبة 26 إلى 19. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة وموجات غبارية متوقعة في المنطقة الشرقية، الرويشد 24 إلى 10، الصفاوي 23 إلى 10، أما الأزرق 24 إلى 12. إلى اللقاء.